مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قررت اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن والقيادي في قوات المجلس الانتقالي يسران المقتري عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية قضية إخفاء المقدم علي عشال الجعدني. اللجنة عقب اجتماع لها بعدن أصدرت تعميما بضبط المتهمين سميح النورجي وتمام محمد وبكيل مختار ومحمود عثمان المتهمين في القضية ذاتها. وأكدت اللجنة ضرورة توحيد جهود التشكيلات الأمنية للوصول إلى النتائج بصورة سريعة وتسليم المشتبه بهم لأمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن وأبين والبحث الجنائي والحزام الأمني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وكانت إدارة أمن عدن قالت إنها أفرجت عن النورجي بضمانة قائد مكافحة الإرهاب يسران المقتري، فيما نفى الآخر تقديم أي ضمانة لكنه اعترف بالقيام بدور في الإفراج عنه. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أفاق هذه الأزمة الأمنية وتداعياتها السياسية والعسكرية في ظل التصعيد الذي أعلنت عنه قبائل أبيان، وإلى متى تستمر المناطق المحررة تحت تأثير الفصائل المسلحة المنفلتة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. تتصاعد أزمة اختفاء القيادي العسكري المختطف علي عشال الجعدني منذ منتصف يونيو الماضي، فبعد تصعيد القبائل في أبين وإعطاء مهلة للأجهزة الأمنية للقبض على المتهمين، قررت اللجنة الأمنية العليا إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في عدن والقيادي في قوات المجلس الانتقالي يسران المقتري عن العمل وإحالته إلى التحقيق على خلفية قضية اختفاء الجعدني. اللجنة عقب اجتماع لها بعدن أصدرت تعميما بضبط المتهمين سميح النورجي وتمام محمد وبكيل مختار ومحمود عثمان المتهمين في القضية ذاتها. وأكدت اللجنة ضرورة توحيد جهود التشكيلات الأمنية للوصول إلى النتائج بصورة سريعة وتسليم المشتبه بهم لأمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن وأبين والبحث الجنائي والحزام الأمني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وكانت إدارة أمن عدن قالت إنها أفرجت عن النورجي بضمانات قائد مكافحة الإرهاب يسران المقتري، فيما نفى الآخر تقديم أي ضمانات لكنه اعترف بالقيام بدور في الإفراج عنه. والواضح أن هذه القضية وبكل أبعادها السياسية والمناطقية ما هي إلا إحدى تبعات عدم الإدارة الموحدة لكافة التشكيلات الأمنية والعسكرية المتواجدة في العاصمة المؤقتة. هذه القضية أيضاً أعادت المطالبات بضرورة دمج كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وهي المهمة التي كلفت بها اللجنة الأمنية العليا، لكنها لا تزال حتى الآن مهمة متعثرة. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الكاتب الصحفي صلاح السقلدي والناشط السياسي رمزي الفضلي. البداية معك سيد صلاح، مساء الخير. مساكم الله بالخير أنتم والسيد الفضلي وسائر المشاهدين جميعا. الله يحييك سيد صلاح. سيد صلاح، بداية كيف تقرأ بيان وزارة الداخلية المتعلق بإيقاف يسران وأفراد آخرين؟ في البداية كل التضامن مع الشيخ عشال الجعدني ومع أسرته ومع الجميع، فقد أصبحت هذه القضية هي قضية رأي عام قبل أن تكون قضية أسرة الجعدني أو حتى قبيلة الجعدني أو حتى محافظة أبين. فهذه القضية بالفعل هي استفزت الجميع بصرف النظر عن أسبابها وبصرف النظر عن الجهات التي تقف خلفها، ولكن يتمنى على أسرة المقدم الجعدني أن لا تنحدر إلى مسالك واتجاهات تخرج القضية عن سياقها الإنساني والأخلاقي، وأن لا تدعم للمطالب التي تحاول أن تسيس القضية أكثر ما هي مسيسة وأكثر ما هي أساسا متأزمة. وأعتقد بأن البيان الذي صدر عن اللجنة الأمنية في عدن كان واضح وصريح، ويبقى التنفيذ هو المحك على هذه القضية والقبض على كل المتورطين في هذه القضية، لأنها أصبحت مثل بالفعل رمز ودلالة واضحة على تعثر وتصادم
فشل الجهاز الأمنية، وهذا ما حذرنا عليه منذ بداية هذه الحرب، منذ بداية تشكيل الجهات الأمنية والكتل الأمنية والعسكرية على حسابات وعلى أبعاد مناطقية وجهوية وربما سياسية. ونحن اليوم نجني ما فخخناه بالأمس، وأتمنى أن لا نصل إلى الماضي وينفجر بنا هذا التفخيخ الذي شارك فيه بدرجة أساسية التحالف وكان له أغراض ونوايا مريبة، وحذرنا على منذ بداية 2015 و16 وما تزال كتاباتنا ومنشوراتنا شاهد على ذلك. وقلنا بصريح العبارة أن هكذا التشكيل بهذا الطريقة هي لا تخدم أحد، وإنما تخدم الجهات التي لها مصالح وأطماع داخل البلاد، سواء كانت أحزاب أو قوات سياسية أو جهات إقليمية ودولية. نعم، تفضل ببقاء معي سيد صلاح. أعود إليك سيد رمزي. إذن بعد بيان اللجنة الأمنية وبعد الدعوة من قبل القبائل للخروج في مليونية باتجاه عدن للكشف عن مصير المخفي علي عشال، إلى أين وصلت القضية؟ الصوت ضعيف. نعم سيد رمزي، الآن تسمعني؟ أعيد السؤال. نعم، إلى أين وصلت قضية علي عشال المختطف لدى المجلس الانتقالي؟ وصلت أن اليوم القبائل عقدت اجتماع في محافظة أبين وحددت مليونية بالزحف إلى محافظة عدن. اليوم للأسف الشديد الأجهزة الأمنية كبيرة، هذه الغبية بقضاء كبير جدا، اليوم تجر القبائل إلى الزحف إلى عدن، وهي قاعدة الأجهزة الأمنية اليوم الأول لم تقدم شيء إلا توقيف يسرا وبعض القائمة المطلوبة في الديوان صيانة. اليوم الدولة هي تسند القبائل، أما أن تجر إلى هذه الساحة ونقصم منطقة عدن أو أنها تعيدها إلى قطاع الطرقات. نعم، تفضل بالبقاء معي أيضا سيد رمزي. أعود إليك سيد صلاح، كنت قد نصحت قبائل الجعادنة بأن لا ينحدروا عن مسار القضية، هل هناك مخاوف من أن تصبح هذه القضية أو أن تحمل على نطاق مناطقي أكثر مما هو حاصل وأمني؟ المؤشرات للأسف تتجه بهذا الاتجاه، ولكن الرهان يظل على وعي الناس، على وعي القبائل، على وعي النخب في عموم الجنوب. فهناك من يتربص بالجميع ويحاول أن ينفذ من هذا الصدع، من الصدع المناطقي والجهوي الذي أعتقد بأنه يمثل ثقب أسود في جسد الجنوب كافة. فهناك صراعات قديمة يحاول البعض إذكاءها وإعادتها إلى السطح لأغراض سياسية واضحة بدون أدنى شك. وأتمنى أن لا تكون قضية عشال هي حصان طروادة الذي من خلاله يستطيع هؤلاء المتربصون النفاذ إلى الجسد الجنوبي. فإذا كان هناك من أخطاء ومن أخفاقات لدى المجلس الانتقالي ولدى القوات الأمنية والعسكرية فيجب أن تعالج في سياقها بعيدا عن تغيير مناطق جهوي مقيت. والمناطقية والعنصرية وكل هذه التحريضات والكراهية هي نار ستلتهم الجميع، وأولهم من يدعو لها ومن يغذيها بهذا الشكل المريع للأسف. فهذه القضية هي قضية رأي عام، الجعدني عشال الجعدني هو كل الجنوبيين، هو كل الأحرار، هو كل الخيرين، وكل الذين تعز عليهم كرامة الناس في هذا الوطن. وأعتقد بأن القوات الأمنية اليوم هي أمام اختبار حقيقي، إما أن تستغل هذه الحادثة وتعيد تصحيح الأخطاء وتصحيح وترميم تصدعاتها التي حصلت لها والتجاوزات والإخفاقات والفوضى التي اعترت الأجهزة الأمنية منذ سنوات حتى هذه اللحظة. والمجلس الانتقالي بدرجة أساسية هو المعني بهذا الأمر، خصوصا وأنه هو القوة القائمة والقوة المسيطرة على الأرض خصوصا في عدن. فكل السهام اليوم تتجه إلى محر المجلس الانتقالي، وهو يستحق في تقديري هذا نظيرا وجزاء للتجاهلات والتقاعسات التي لم يكن له موقف حازم تجاه هذه التصرفات التي نراها من قبل ضباط ومحسوبين على الأجهزة الأمنية، خصوصا جهاز مكافحة الإرهاب. فهذا الجهاز خرج عن مهمته الرئيسية واتجه باتجاه أن يغرق في مسألة الأراضي والبسط
الافتراء الغير مشروع، واعتقد بان هذه التراكمات اصبحت اليوم كتله كبيره تتدحرج امام المجلس الانتقالي وبقي المجلس الانتقالي، وهو تحدي كبير. اما ان يستغل هذه القضيه ويثبت بالفعل انه منحاز الى الجميع وانه منحاز الى الوطن، او انه منحاز الى هذه العصابات وهذه التشكيلات الخارجه عن القانون وهؤلاء الافراد الذي يعرفهم تماما المجلس الانتقالي، لا اعتقد بانه تقطع عينه، هو يعرفهم تماما بالاسم، من هم الذين مارسوا منذ 2015 حتى هذه اللحظه الفوضى والبلطجه باسم الامن وباسم القيادات الامنيه، واستغلوا هذا المسمى وهذه المؤسسه العظيمه لاغراض شخصيه ونواع نفعيه بشكل متوحش جدا. واتمنى على الانتقالي وهنا عبر قناتكم اقول له للمره الالف بانه امام تحدي صعب، وانه اصبح مستقبله بالفعل امام اختبار حقيقي، واتمنى ان يتجاوزه وان ينصاح للعقل وان لا يضيق ذرعه بهذه الانتقادات على قسوتها وعلى مرارتها وحتى على عدم منطقيتها. فهناك للاسف هناك اصوات تحاول ان تخرجنا عن إطار هذه القضية، الإطار الأخلاقي والإطار الإنساني لهذه القضية. مرة أخرى أتضامن مع المقدم عشال ومع أسرة الجاحدين وقبائل وكل أبناء ديانة الأعزاء والغلم عليهم. سيد رمزي، يقول السيد صلاح بأن الانتقالي يعرف من يتسبب الفوضى ويعرف من هو الفاعل. السؤال هنا على ألسنة أبناء الجنوب، لماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية حتى قامت قيامة قبائل الجعادنة في هذه القضية تحديدا، وحتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام؟ السؤال موجه لي ولا لصاح؟ السؤال لك سيد رمزي. يعاد سألني الصوت معي. لم تستمع إلى السؤال. أعيد إليك السؤال، لماذا لم تتحرك الأجهزة الأمنية في عدن في هذه القضية حتى أصبحت القضية قضية رأي عام؟ وحتى تحركت قبائل أبين أيضا. للأسف الشديد أن الأجهزة الأمنية في عدن تدير الأزمة بقضاء بالغ، تستفز القبائل إلى اعتصامات في عدن أو تجعل الخيارات صعبة أمام القبائل. فأما أن تعود القبائل إلى محافظة عدن لقطع الطرقات، أو أما تزحف إلى محافظة عدن. الأجهزة الأمنية منذ اليوم الأول تقاعس عن قضية المخفية قصرين علي عشال، اختطف علي عشال في فحصر في شهر 6. ظلت قبيلة الجعادة تقرع كل الأبواب. للأسف الشديد أن الأجهزة الأمنية تقاعست ولم تعطي أي اهتمام لقبيلة الجعادة، مما اضطر قبيلة الجعادة إلى العودة إلى محافظة أبين وقطع الطرقات. وبعدها أقامت قبيلة الجعادنة بالبحث عن والدهم، وأخرجت تصويرة الكاميرات وحددت موقع اختطاف والدهم في اللواء الخامس. لكن للأسف الشديد أن الأجهزة الأمنية كانت تخفي كل هذه المعلومات، وأعطت قبائل أبين أسبوع للأجهزة الأمنية، كان في أسبوع يعني أسبوع صحيح كان سفيل أن يكشف كل هذه الجرائم. لكن للأسف الشديد أن أجهزة الأمن في عدن كانت متقاعسة فيما أضطر قبائل. وفي آخر يوم من هذه المهلة أصدرت القرارات الأمنية هذه يبدو أن القرارات الأمنية لم تتم مصادقتها من قبل، لم يتم التصديق عليها من قبل القبائل، وهم مستمرون أيضا في مليونياتهم وفي أيضا التصعيد. ما هي مطالب القبائل؟ ما الذي يريدونه الآن من الأجهزة الأمنية فعلا؟ اي قرارات لا توحي بالكشف عن مصير حياه المقدمه لاشاد فلا فائده منها. التحقيقات يجب ان تكون شفافه ويطلع عليها الراي العام، وان تبث على التلفزيون، محاكم تكون علنيه. اللجنه الامنيه قراراتها تصب في اتجاه منع التصعيد فقط وامتصاص الغضب الشعبي، لم تاتي بجديد الا بتوقيف بسلام المقطري عن العمل وعن ذكر بعض من القوائم، وتجاهلت مصير حياه المقدم علي عشال وهو الاهم في هذه القضيه. اللجنه الامنيه بكل اجهزتها الدوله عاجزه عن تحديد مصير علي عشال، هذه مصيبه كبيره جدا. اليوم قبائل جعادن اصدرت بيان والزحف الى محافظه عدن، وطلبت من كل شرفاء الوطن الزحف الى عدن بمظاهره سلميه. اليوم امام الاجهزه الامنيه خيارين، اما ان تحل هذه المشكله او انها تصعد من هذه القضيه. الخيار بيد الاجهزه الامنيه، ليس بيد قبائل ابين. سيد صلاح، يبدو ان هناك التفاف فعلي يعني حول القبائل هذه واستجابة لهم في الخروج في هذه المليونية، والبعض يقول بأنها مليونية ضد المجلس الانتقالي. هل فقد المجلس الانتقالي شعبيته في المنطقة؟ خير عملت قبائل أبين عندما صرفت نظر عن أسلوب التقطعات في الطرقات ما بين عدن و لكنها مهددة بالعودة إليه.
ربما، ولكن هناك الآن الحديث عن أن هناك مليونية سيتم حشدها، وهذا مرحب تماما إذا ظل الأمر هو ظل بأسلوب سلمي وأدوات سلمية، فهذا شيء حق مستحق لكل أبناء أبيان، لكل أبناء الوطن، لكل من لديه في مظلمة. أعود وأقول بأن التحديات كبيرة ليس فقط على الجانب الأمني، ولكن أبعاد كثيرة، هناك مسألة الأراضي، هناك مسألة الوظائف، هناك كثير من الملفات التي ورثناها جميعا، وبالتالي هي متداخلة وهي متشعبة، وكل ملف يلقي بظلاله على الملف الآخر. فالموضوع لا أعتقد بأنه يهم الجهات الأمنية بقدر ما يفترض أن يتم إشراك الجانب القضائي، النيابة، وهي المسؤولة عن هذا الملف، وعمله تسريع في قضية الجعدني يجب أن تكون أن تتم على وجه السرعة حتى تمسك الجهات القضائية والنيابية الملف ويتحيدها عن أي محاولات الطمس الجناح الحقيقيين. فلا نقبل على الإطلاق أن يكون هناك كباش فداء يتم تضحية بهم، فيما المجرمون الحقيقيون يتم التستر عليهم. فهذه القضية هي قضية الناس جميعا، قضية الكل، وهي فرصة، نقول فرصة يجب أن يستثمرها المجلس الانتقالي لضرب بيد من حديد وبقسوة لكل العناصر التي يعرف أنها أساءت المؤسسة الأمنية وعبثت كثيرا في باسم هذه المؤسسة، وتعمل كثير من التعديات والتجاوزات وعمليات النهب في كافة الصعد، سواء كان عمليات النهب المالي أو الإداري أو فيما يتعلق بالأراضي أو غيرها من هذا. فهناك عناصر تسيء للأمن بشكل واضح تماما، والمجلس الانتقالي اليوم معني تماما، وإلا أصبحت شعبيته على المحك اليوم، هو بالفعل أصبح على المحك، وهذه المليونية يفترض أن لا تكون مسيسة بقدر ما تكون هي موجهة ضد كل من يعبث بعدن، ويعبث بأمنها، ويعبث بأراضيها، ويعبث بخدماتها جميعا. فأعتقد أن احنا اليوم أمام صحوة شعبية، صحوة نقبوية، صحوة قبلية، صحوة من كل الفئات وتجمعات الشعب لتصحيح الأخطاء التي تراكمت وتكثفت في السنوات الماضية. فهذه فرصة للمجلس الانتقالي ويستغلها، وهي مبرر له بحجم السماء أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن يقدمهم للنيابة للقاء. ليس فقط جريمة العشل، ولكن هناك جرائم وهناك اغتيالات قد ربما يكون الأمن يد فيها، أو عناصر محسوبة على الأمن. يفترض أن تكشف كل الملفات من عام 2015 حتى هذه اللحظة. فأصبح الوضع لا يطاق أبدا، وأصبح السخط الشعبي بالفعل هو سخط شعبي. سأعود إليك للحديث عن هذه الفوضى الأمنية من جديد سيد صلاح، لكن سيد رمزي، هذه المليونية التي نتحدث عنها يقول القبائل بأنها للمطالبة بالكشف عن مصير علي عشال الجعدني، ماذا لو لم تستجب الأجهزة الأمنية وتقوم بالكشف عن مصير علي عشال المقدم علي عشال الجعدني؟ ما هي خيارات القبائل؟ ما الذي سيقومون به؟ ما هو شكل التصعيد الذي سيتخذونه؟ قبيلة الجعدني وقبائل أبين تصرفت بحكمة في الأحداث الجارية لولدهم، وعلى فكرة قبيلة الجعدني هي تقوم بإصلاح ذات البين. اليوم أصدرت قبيلة الجعدني بيان أنها سوف تذهب إلى محافظة عدن بمظاهرة مليونية سلمية، وتدعو كل أبناء الوطن الأحرار إلى الالتفاف في هذه المليونية السلمية، وإذا لم تنفذ السلطات الأمنية مطالبهم سوف تكون كل الخيارات مفتوحة أمام هذه القبائل. عندما تكون يعني سلطة الأمر الواقع في عدم تجر الناس إلى تصعيد، والحل بيدها. اليوم قبائل أبين نفذت صبرها، إذا لم تستجيب هذه السلطات الأمنية إلى مطالبهم ومطالب ابنهم فإنهم سوف تكون كل الخيارات أمامهم مفتوحة. ما هي هذه الخيارات؟ كنت أود أن أسألك رأيك عن هذه الخيارات. قد تكون العودة إلى قطع الطرق وشل الحركة الحياة اليومية في عدن، وقد فعلتها أسبوع كامل وشلت الحركة والحياة اليومية في عدن. قد تضطر إلى النفير العام، وهذا أمر خطير جدا. فندعو السلطات المحلية للالتفات بجديه إلى هذه المشكلة المعضلة. الحل بيدهم اليوم، السلطة الأمنية الأولى أن تظهر حياة المختلط عشان حيا أو ميتا، وتحاكم المتهمين علنا، وهذه قضية رأي عام، وعلى شاشة التلفزيون أمام يعني تحضر محكمة شفافة
لأن قضية رأي عام. اليوم رؤساء الدول يقطعوا إجازتهم إذا كان في أمطار أو سيول يعني في بلدانهم، فما بالك اليوم يعني رئيس إدريس الزبيدي والجهاز الأمني لم تصرح حتى بشيء، وهي قضية رأي عام. اليوم المخفيين، عدد المخفيين في عدن زاد يعني بشكل كبير جدا. هناك أعداد كبيرة من المخفيين في سجون مكافحة الإرهاب، لعل أبرزهم ابن أبينا السعيدي الذي طالب يوم من الأيام بإطلاق صراحة المخفيين قصرا فوق نفسهم غير 3 سنوات. اليوم زادت الاغتيالات والأخفاءات القصرية، وكانت تقيد ضد مجهول، لكن اليوم اكتشف أنها مكافحة الإرهاب هي التي تعتقل وهي التي تقتل. اليوم هذه الجرائم هذه كلها تشمع أمام مكافحة الإرهاب. نعم، ومن سخرية القدر سيد رمزي أصبح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، هو أيضا مطلوب القبض عليه. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي رمزي الفضلي. أعود إليك سيد صلاح، وحول نقطة الفوضى الأمنية، أنت بداية الحلقة تحدثت عن أن هذه الفوضى الأمنية سببها هو عدم توحيد الفصائل الأمنية تحت جهاز واحد. برأيك لماذا لم يتم حتى الآن توحيد هذه الأجهزة الأمنية للخلاص من مشاكل الفوضى الأمنية؟ كثير من الأسباب تعيق هكذا، وللأسف أن أهم هذه الأسباب هي جانب مالي، فهناك جهات تمول هذه الجهة وجهات أخرى إقليمية تمول جهات ثانية، وبالتالي التبعية واضحة تماما، يستعطي من خلالها توحيد، على أقلها توحيد هذه الأجهزة، توحيد عملياتية. البارقة الجيدة التي أفرزتها قضية عشال هو أن هناك تنسيق أمني كان وما زال بين أمن محافظة أبين وأمن محافظة عدن، ونتمنى أن يكون هذا التنسيق على طول وفي قادم الأيام حتى يتم ردع هؤلاء. أنا أدعو مرة أخرى عبر قناتكم الأجهزة الأمنية وأولها الأمن العام أن يحيلوا كل الملفات التي لديهم، وبالذات العناصر المخفية التي تحدث عنها الأخ رمزي، أن يحيلهم جميعا إلى النيابة، وبالتالي يخلي الأمن مسؤوليته ويبتعد عن أي ملامة وعن أي حسب أو عن أي إساءة يتعرض لها. فالنيابة كفيلة بمعالجة هؤلاء، وهي التي تمثل القضاء وتحسم أمرهم، إن كانوا بالفعل مذنبين فالقضاء مفتوح أمامهم، وإن كان اعتقالهم احتجازهم بشكل جائر يفترض أن يطلق سراحهم ويتم الاعتذار لهم من قبل الأجهزة والأشخاص الذين احتجزهم بالصورة التعسفية في هذا الموضوع. أشكرك جزيلا. نحن بالمناسبة لا نزال في وضع ضبابي، وتنازعنا كثير من الجهات الإقليمية والداخلية وحتى الدولية تلقي بكاهلها المظلم والقاتم على كل المجالات، وللأسف أهم ما وأخطرها هو الجانب الأمني. شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب الصحفي صلاح السقلدي. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا، هذه تحياتي لكم من أفنان تركيا، كما هي لكم من بعد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم. إلى اللقاء.